كاينين هادو مربعين ستيتويين هادو، حيت الفرق في الاثمنه في هادو هو كاين اللي كيكون عندها هنايا 1 2 3 4 5. هادي الثمن ديال البنات كدير 2300 درهم 2300 درهم 230 الاورو 230 الاورو، شي حاجه طوب ديال الطوب. برعناكم اليوم البنات، غنبرعوكم ايوا اللي بغات تهلا في البنوتات باش ما يبقاش فيهم الحال حتى هما. اللي عندها شي بنوته عزيزه عليها جيو نصوبوا لك لاله المجيدي ديالو، الله يحفظك والله ينجيك بنتي من العين. ها هي فنه ومزيونه، وانتم كتعرفونا ان احنا مقبلين على فصل الصيف على المناسبات، الله يكمل على كاع العرسان والله يسخر لهم الامور ويعطيهم ما ترجعوا عند سيدي ربي. ايوا اللي ما راس برعي راسك اختي، نبقاو حنا مقابلين الهموم والتماره والخدمه والافكار والصداع. تبرعوا ونشطوا وعيشوا الحياه ديالكم اللي دارها ربي هي اللي كاينه، والانسان ما يفرطش في دينه، ما عمر ربي غيخيبك. ما تفرطش في دينك، وبقى دائما قرب اللي خلقك، وصلي صلاتك وقرا الاذكار ديالك، والله ما عمر ربي غيخيبك، والله سبحانه وتعالى رفق كل واحد. دونك هذه البنات الثمن ديالها 1900 درهم 38000 ريال 190 الاورو، فنه ومزيونه هي ديال الصغيرات شي كتيكيته فنه. الله يحفظ لكم بنوتات ديالكم ويخليهم لكم وتشوفوهم كيف ما بغيتوا ان شاء الله. هانا هانا على فضيله واش كدير، على فضيله واش كدير، شوفي تبارك الله، شوفي ما شاء الله، فضيله مضمه، فضيله مصوبه بالمجدون. الثمن ديال البنات 3500 درهم 3500 درهم بحجيره حرين وفنه هاك. هادي تاهي تبارك الله ما شاء الله، شوفي كتجي كتجي فنه بالكاريات ديالها. الثمن ديال البنات تاهي كدير 3200 درهم 3200 درهم 320 الاورو. إذا النيميرو التليفون ديالنا راه هو 0666-62-43-73. أنا العشاقة المجدود برعتكم اليوم في رمضان المجدود، السلام عليكم ما شاء الله، هادشي زوين الله يزين أيامك أم وليد، غبرتي علينا. شوفي تبارك الله كي دايره هادي ها، باش ملي كندير ليها المجدود تسقلي كتجي، يا سلام يا سلام سليم. شوفي تبارك الله هانت يا شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 2700 درهم 2700 درهم 270 الأورو، واللي بغات شي حاجة مرحبا. وهادي راه ديجا وريتها، هادي راه تاهي ديجا وريتها، راه فن هادي البنات، هادي خطيرة، هادي خطيرة 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 بجميع المقاييس هاك. دوزناهم كلهم هادو ياك، واخا ري دابا رمضان نرجع هادو، يلا هادي دوزناها قبيلة. أنا نكمل لك أختي رمضان، وتحية خاصة للناس ديال الجالية والناس ديال المغرب ديالنا تاهما، الله يخليهم لينا ومرحبا بكم والف الف مرحبا. انا اختي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك. شوفي لا فينيسيون، شوفي البيوت كيفاش محطوطين، كل شيء في مكانه، كل حاجه معموله على خاطر خطراتنا. الثمن ديال هذه صافي غير خليها داك الشيء تنكملو. انت تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك. الثمن ديال هذه 5500 درهم 550 الاورو 550 الاورو. الثمن ديال هادي 5500 درهم 5500 درهم 110 ألف ريال 5500 درهم 5500 درهم 550 أورو هاك. مضمات حلوين، شي حاجة ديال المناسبة، شي حاجة ديال العشاقة. حنا كنوريوكم السلعة، ومسألة ديال البيع والشراء كتبقى بيد الله، اللي علينا كنديرو هاد لي لايف كنديروهم بدون مقابل، يكفي غير أنكم تتبعونا وتفرجونا وتفرجوا فينا، والله إلا هذا شرف لينا، الله يكبر بكم البنات. هادي 4700 درهم 4700 درهم 470 الأورو، حتى هي مخدومة خدمة ديال الذهب، 4700 درهم 470 الأورو 4700 درهم، كيكون فيهم 95 سنتيم، راه كيجيو فنين البنات في اللبسة هادو. هانتي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 3800 درهم ديال البابيون 3800 درهم. شوفي تبارك الله هانتي راه مضمه، واش مضمه 3800 درهم 3800 درهم 380 الاورو. الصح والمتانه، ما تنديروش خدمه عاديه باش ما يتهرش هادشي ضايع، ولكن خدمه زوينه. تبارك الله السي لطيف دائما سلعتكم مميزه، شكرا زيزو الله يكبر بيك. اذا هادي 3800 درهم 3800 درهم 380 الاورو هاك. نعم جبد لي هاديك النظام شويه مازال، وكاين هادي جبد لي هاديك ديال دنيا. شوف هادي تاهي تبارك الله ما شاء الله، نقشوا الخدمه والجوده عند الصانع المغربي، تحيه خاصه وتقدير للصانع المغربي ديالنا، الله يحفظ ليه وليداتو اللي دائما كيتقى الله في الخدمه ديالو اولا، وكيبدعنا بهذا الاتقان وبهذه الجوده وبهذه الصناعه المغربيه اللي هي خصنا دائما نعتزوا بها. يا مغاربه اعتزوا بصنعكم المغاربه، اعتزوا بالحرفيه ديالنا، لاننا عندنا صناع وعندنا حرفيين اللي تبارك الله تبارك الله والله ما تلقاهم في شي بلاصه، وبالحلوف لان تبارك الله عندنا حرفيين اللي كيخدموا بيديهم
خليني من لا ماشين، خليني من الماكينه، هذاك الشيء بوحدو كاين مالي. ولكن عندنا حرفيين تبارك الله ملي كيشد هاد البياسه كيخدمها على خاطر خاطرو، كيتقى الله بعدا في الخدمه. دونك ربي ديما غيبارك ليه، ملي كيتقى الله في الناس ربي دائما غيبارك ليه. وتحيه خاصه وتقدير لصناع المغاربه من طنجه للقويره مباشره، احسن من اللايف اوي ام وليد ملي كتشوفيها مباشره، راه خدمه اخرى ثاني هذه. ولكن كما قلت لكم حنا السلعه اللي كنصيفط لكم قبل ما تشريها شوفيها، ملي غنصيفط لك انا دابا قبل ما تسلعتك قلبيها ملي غيجيب لك الليفرور، عجبتك خديها، ما عجبتكش ما تاخذيهاش. سي عبد اللطيف شي زمرد ديال اليد لا ما عنديش ولكن صوبوا ليك. سلام عافاك ورينا براسي دوازتهم اختي ام احمد، والله الا دوزتهم كبيره. حد دابا حنا قربنا على نهايه اللايف، شوفوا هذه تبارك الله كي دايره ما شاء الله. هذه كانت كدير 9500 درهم، غنحسبوا لها اليوم 8500 درهم، 8500 درهم، 850 اورو، لكنها ثقيله وثمينه ومخدومه خدمه ديال اليد، شي حاجه الطوب ديال الطوب. كيف ما كتعرفوا السلعه راه غاليه عند ماليها، ماليها عند من غاليه السلعه، لان ما تنديروش خدمه عاديه، حنا غير كنديروا اشهار وكنوريوكم السلعه ديال داكشي اللي موجود في السوق، داكشي اللي كاين الحمد لله في بلادنا، تنوريو لكم بالجمال ديالو بالاتقان ديالو بالجوده، ونتمنوا الخير للجميع. فينا هو الساك؟ راه قال لك سيد والله الا عاوتاني نسيناه. كاين 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 اخويا علي، ها انتم تبارك الله 8500 درهم، 850 اورو، واش هاد الساك باش نوريو؟ ها انتم تبارك الله ما شاء الله، الا يستحق هذا الساك ان نتكلم عنه بهذه الكلمات؟ ان هذا الساك امامكم لا هو متقون ومخدوم خدمة جميلة، ولن تلقيه الا عند مجاورة اروى، وبثمن جميل. هذا راه ثقيل البنات، هذا 12000 درهم، 2000 درهم ثقيل. كاين واحد اخر عندي الصغير ديالو، صغير ولكن ما فيهش هاد اليد، كيدير 6500 درهم الصغير ديالو. اذا هذا 12000 درهم، 1,200,000 فرانك، 1,040,000 ريال، ثقيل وصحيح ووازن ومخدوم على حقه وطريقه البنات، وكيهز خير وبركه، خير وبركه، خير وبركه. نعيا ما نبقى نعمر، سمح لي الحاج هز هاد العباده من هنا، هز هذا. نعيا ما نعمر البنات، ما غنساليش، ما غنساليش البنات. الصاك التالي بسم الله ما شاء الله، واحد الله لا شريك له، ثلاثة ربعة ما شاء الله، خمسة رجع انت فين غادي، ستة ما شاء الله، سبعة لي زاكسيسوار ديالك دابا هادو اللي كنشرحو ليك، ثمانية ها تسعود شوف تبارك الله تسعود، ها عشرة وباقي الخير، ها 11 ما شاء الله ما شاء الله، ها 12 شوكة من النوع الكبير، 12 ها 13 من النوع الكبير، ها شوكة أخرى من النوع الكبير، 13 ها 14 ها 15 ومازال عطيتي، ها 16 فين هو غادي، ها 17 ها 17 البنات، ها انت 17 17 17 17 غنكملوا 17 والو غنكملوا 17، ها هي 17 ها هو تسد الساك لاله، ها انت ها انت ها انت ما شاء الله كيتسد، ها 17 وكيتسد، ها ها انت يلاه باش ما نقولوش راه كنكذبوا، ها انت 17 ارتيكل ويهشهش في الداخل ويشكشك في الداخل، ها الصحة والراحة. لي زاكسيسوار ديالك كاملين كتخشيهم في هاد لابواط هادي في هاد السويك هذا، وتمشي لمناسبتك ما كاينش اللي شاف، حلي وبدلي ولبسي وتبرعي، راه ولا من شاف ولا من ديري. صاك في المستوى، صاك شي حاجة طوب ديال الطوب ديال الطوب، 12000 درهم، 1,200,000 فرانك، شي حاجة ما تلقاها غير عند مجاورة أروى، وثقيل ثقيل، ماشي شي حاجة ديال 100 غرام ولا 200 غرام، تقريبا هذا شحال يكون فيه ميزان؟ 500 غرام الصرف، نص كيلو الصرف في هذا، لان كاين يقول لك ولا ولقيناه بقى الثمن. شوفي لي الميزان الله يجازيك بخير، شوفي لي الحجر الحر، شوفي لي الجوده، شوفي لي الخدمه، واش بحال هذه الخدمه. 552 غرام اللي فيها البنات، هذا تبارك الله، خدمه ديال الروزه، خدمه ديال الحجر الحر، خدمه ديال الاتقان. ان هذا المتهم امامكم، هذا الساك لا هو قلب وشي حاجه نابضه عند النساء، انا عارف العيالات تبارك الله كيموتوا على بحال هذا الشيء. انت اولا انت اللي كتفرجي فيا، بغيت لك هذا الساك وبغيت لك معاه الصحه والسلامه والرزق والتيسير، واللي عندها وربي مسهل عليها وموفر لها، ها هو سويك ما تفلتيش، تفقسي به العديان في هذا الصيف، تفقسي به العديان في هذه المناسبه ديال اللي جايه ديال الافراح. وغير كنضحكوا البنات، ما عندك ما تفقسي، لا تلبسي شي حاجه لبسيها لراسك، لا تبرعي تبرعي لراسك، غير هو راه شي حاجه متقونه والجوده والاتقان عند مجاورة اروى، ومرحبا والف مرحبا هاك. وقال لهم يا لالا، وقال لهم يا سيدي هذا ما عرفتي والو، وقال لهم هذا السويك ما قلتو والو،
وشوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا قال الاخر ما كتعرف والو في الخدمه هذا. شوف تبارك الله الصنيديقه كيفاش دايره، شي حاجه طوب. شوفي لا فيرميتور كيفاش دايره، فاق كتحلي هانتي، عندها وحده هنا وعندها وحده هنا وعندها وحده هنا، هانتي ثلاثه عندها، عندها وحده هنا وعندها وحده هنا وعندها وحده هنا، هانتي هذا كتدخلي فيه لي زاكسيسوار بالميليو. شوف تبارك الله مخدوم خدمه على حق طريقه ما شاء الله زوين. ونهار هذا السي عبد اللطيف لشي مناسبه تما غنبان واش ما لابسه الذهب. لا على العكس، واخا يكون كيبان نقره القيمه ديالو، غادي تعرفي هاد الصاك هذا المده اللي كيتصوب فيها الصانع، هاد الصاك راه كيضرب فيه تما راه باش يطلع لينا. داكشي علاش لقيتوني انا كنهضر عليه بحال هكا، لان هادشي ما كيتصوبش في نهار ولا في سيمانه ولا في 10 ايام ولا في 15 يوم، كيشد اليد تبارك الله كيخدم. واش هاد الصناع المغاربه ما يستاهلوش نهضروا عليهم انهم كيتقنوا لنا هاد الخدمه؟ اذا مرحبا والف مرحبا. هذا الثمن ديالو كيدير 11000 درهم، 11000 درهم، 1100 اورو، صاك من النوع الممتاز اللي عجبها. مرحبا والف مرحبا، راه مخدوم على حقه وطريقه، 11000 درهم، حتى هو كله حجر حر، حتى هو مخدوم، حتى هو زويون، يستاهل شي وحده فيكم ان شاء الله اللي فرزخها. هذه لكم ضم، هذه دوزناها ونكملوا هاد المضمات البنات باش نقطعوا اللايف. هذه البنات الثمن ديالها 4500 درهم، 4500 درهم، 4500 درهم، هذه 4500 درهم ديال البابيون، 4500 درهم راه كتجي فنه وزوينه. راه كملي لكم الضم، خلي هذاك 4500 درهم هاك اللي هي 90000 ريال. كملي الضم باش نسالوا اللايف. ها انتم البنات هذه حتى هي مخدومه على حقها وطريقه، الثمن ديالها 4500 درهم، 450 اورو، 4500 درهم، 450 اورو، 4500 درهم، 90000 ريال، فنه مخدومه على حقها وطريقه. ترى هذيك اخرى وكاينين هادو البنات حيت السلعه كثيره، شحال قد ما نوري داكشي كثير كثير. هاد الخميسه هادي بوحدها كدير 1000 درهم، 20000 ريال، 100 اورو. وكاين هادي البنات انا الثمن ديال هادي، هادي الحد في القد شي حاجه فني ولا 3500 درهم، 350 اورو، 3500 درهم، 3500 درهم. هذيك دوزناها راه هي الخدمه الفقير. ها الثمن ديال هادي شحال؟ وكاين هادي البنات حتى هي فن 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 ومزيونه، 4700 درهم، 4700 درهم، 94000 ريال، فنه ومزيونه ومخدومه على حقها وطريقها. اذا البنات نتمنى ان هاد لي زارتيكل اللي دوزت يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى حتى انا كنت خفيف على قلبكم. كيف ما كتعرفوا والله العظيم الا غير الفرحه ديال هاد لي لايف معكم هي اللي كتخليني انني نهضر معكم بحال هكا، ضاحكين ناشطين. البيع والشراء ولا الارزاق كيبقى بيد الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. لكن غير ملي كيكونوا الناس كيتبعوك وكيبغيو كتحاول ان تضحك معاهم، تخرج شويه ديال لي كابسول دي كاك، تخرج شويه ديال النشاط باش ما يكونش اللايف شويه قاصح وفيه تغوبيشه. لا لي غوبشه علينا، لي غوبشه على شي مسلم. الله يسهل عليكم ويعطيكم مطرجه عند سيدي ربي، الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يبارك لكم في رزقكم، الله ينجيكم من شر الخلق، والله يكثر من رزقكم ويعطيكم الذريه الصالحه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش وليدات، وبالنسبه اللي ماتوا للاهل ديالو الله يرحمهم جدا من الرحمات.